مستر جوكس، فأر خارق يتفوق على كبار المستثمرين بتداول العملات الرقمية. يتداول حيوان الهامستر عملات مشفرة منذ يونيو الماضي بشكل عشوائي محققا أداء أفضل من كبار المستثمرين. وقال موقع الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة NPR أن مستر جوكس الخارقة، وهو من قوارض الهامستر الشبيهة بالفئران، يتداول عملات مشفرة بشكل عشوائي متفوقا على رجل الأعمال الأمريكي الشهير وارن بافيت ومؤشر أسهم S&P 500. يجري الهامستر على عجلة مرتبطة بشبكة الإنترنت. فوق هذه العجلة 30 عملة رقمية محتملة، وحين يقف الهامستر يتم اختيار هذه العملة. بعدها قد يختار الهامستر أن يمشي يمينا أو يسارا، فإن مشى يمينا يتم شراء العملة المختارة، وإن مشى يسارا يتم بيعها، علما بأن الشراء يتم بمبالغ صغيرة لا تتعدى $20 لكل مرة. وبهذه الآلية ارتفعت محافظة الهامستر مستر جوكس بنسبة 20% تقريبا منذ أن بدأ التداول في يونيو وفقا لحسابه على موقع تويتر. واعتبارا من 12 سبتمبر كان أداء مستر جوكس أفضل من كثير من كبار المستثمرين بمن فيهم بافيت. وتنشر قناة يوتيوب مغامرات مستر جوكس اليومية، في حين لم يعلن المسؤولون عن هذه التجربة عن هويتهم أو الغرض منها، لكن بعض المعلقين أشاروا إلى أن القناة تظهر بوضوح دور الحظ والمصادفة في تحقيق الثروات بسوق العملات الرقمية. مواقع ويب عالمية احتيالية أويوج أو إمولول أحاو إنيج. وكان خبراء أمن المعلومات كشفوا عن أكثر من 1.500 موقع ويب عالمي احتيالي يستهدف الأفراد الراغبين بالاستثمار في تعدين العملات المشفرة الرقمية أو المهتمين بهذا المجال، وذلك منذ مطلع العام الحالي. وتضمنت أكثر مخططات الاحتيال التي لجأ إليها مجرم الإنترنت إنشاء مواقع ويب وهمية لتبادل العملات الرقمية، تزعم حصول المستخدم على قسيمة لتجديد حساب في بورصة للعملات الرقمية، لكن سيكون عليه من أجل استخدام هذا الحساب سداد دفعة مالية للتحقق من هويته لا تزيد عادة عن 0.005 بيتكوين، حوالي $200، تصبح الربح الذي يحققه مجرم الإنترنت وإرسال رسائل حول تخفيضات وهمية على أسعار بطاقات فيديو وغيرها من أدوات تعدين العملات الرقمية. وسيكون على المستخدم لشراء هذه الأدوات سداد دفعة مالية مقدمة، ليتوقف بعدها صاحب الإعلانات عن التواصل معه وإنشاء صفحات تصيد بمحتوى متنوع لسرقة المفاتيح الخاصة، ما يسمح لمجرمي الإنترنت بالوصول إلى جميع الأصول الرقمية المرتبطة بمحافظة العملات الرقمية.